مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي فنون الطبخ مع سناء الفاسيه. اليوم البنات ان شاء الله غادي نديروا واحد السمكه البوري معمره مع الخضار في الفران، كتجي روعه 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 مع واحد لاصوص واحد الشرموله كتجي معاها غزاله. عندي البنات هنا واحد جوج بطاطات كبارين مقطعين رونديلات رقاق، عندي هنايا طوماط فيغيز، عندي هنايا زيتون مقطع بالعظم، معدنوس، القزبر، القزبر عندي اكثر من المعدنوس، عندي واحد شويش ديال الفرماج احمر محكوك، عندي شويش ديال البوارو واحد 150 غرام بوارو، عندي واحد جوج فلفلات متوسطين مقطعين حمر، عندي جوج بصلات كبارين مقطعين رونديلات، عندي هنا شامبينيو فريش طري ومازال طري، مازال غادي نشحرو شويش، عندي هنايا الشعريه ديال الشينوا، عندي هنا لاصوص سوجا، عندي هنا لاصوص ديال السمك، الملح لي بزاف، فلفله حمراء، الكمون، الثومه، المطار، الحار وشويه الزعتر، وعندي هنا سمكه ديال البوري اللي فيها كيلو ونص. غادي نبداو البنات على بركه الله. دابا الشرموله غادي نديرو فيها القزبر، غنديرو شويه فلفله حمراء، شويه الكمون، شويه ديال السودانيه اختياريه، ثومه عندي واحد ربعه ديال الدروس ثومه كبار، عندي هنا الزعتر، نزيدو زبيده بلديه ربعة المعالق. هنا هاد لاصوص ديال السمك كتجي غزاله البنات، صدقوني راني ديما كنهضر لكم عليها. ودرت واحد ربعة المعالق كبار من هذا ولا ربع كاس ديال العنبه. عندي هنايا لاصوص سوجا لايت، ندير واحد معلقه ونص كبار كبيره، عندي هنايا المطار معلقه كبيره، نحركوا هاد الشرموله مزيان البنات، صدقوني هاد الشرموله هادي كتجي روعه كتجي غزاله. نسيت البنات الملحه، شويه ديال الملح ما نكثروش، نخلطو حتى ينسجمو هاد العناصر كامله. نجيبو هاد الحوته نفلحوها شويش، انا حليتها البنات من الظهر، كنعتذر البنات نسيت العصير ديال الحامض، عصير ديال الحامضه نزيدو على داك الشرموله، كنشرملو هاد الحوته مزيان، نحشيو هاد الشرموله لداخل، من كلتا الجهتين البنات. هاد الشرموله هادي كتجي غزاله بهاد لي صوص، شرملوها من الداخل ومن برا مزيان، كنخليوها البنات تصوب تشرب الشرموله شويه على ما كنصوب الحشوه. اول حاجه كنبداو كنشحر شويش داك الشامبينيون، شويه ديال الزيت البلديه
يعني ما تسخن شوية. كنزيدو داك الشامبينيون، انا خليته هكا كبير كيعجبني منين كنكون كناكل كيبان الشامبينيون. نزيد له واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، كيتشحر غير شويه شويه البنات. مازال غيكمل الطياب ان شاء الله في الفرن. نبداو نصوبو الحشو. عندي هنايا الشعريه الصينيه اللي ديجا مفزقاها غير في الماء بارد، انا ما كنفزقهاش في الماء سخون باش كتبقى قابطه راسها. عندي واحد شويش ديال المعدنوس، شويش القزبر، شويش ديال الزيتون، شويش البوارو. عندي هاد الشامبينيون نوار، العفو الشامبينيون اللي شحرتو. نخلط هادشي مزيان، كنزيدو له داك شويه د الزعتر اللي بقى لنا. شويه د الكمون، نزيدو له داك الفرماج الاحمر، كناخدو واحد جوج معالق من داك لاصوص، كنهزو هادي مزيان. مننساش واحد شويش ديال الزبيطة، اللي بغى البنات يزيد الكروفات الكالامار اللي بغى يدير. انا ما فضلت بغيت نديرها بالشامبينيون كيعجبني، الاخص ملي كيكون هاد الشامبينيون طري ماشي المعلب. صافي البنات، هاي الحشوه وجدات، غادي نعمروا ان شاء الله داك الحوته. هذه هي اللاطه اللي غادي نصوب فيها الخضره، وهذا الحوته. درنا شويه ديال الزيت كندهنوا من اللاطة كاملة، كنجيب هاد البصلة كنستفى، كتجي هاد الحوتة البنات بالخضرة غزالة. انا وليداتي كيعجبنا بزاف الحوت، كنظنش بان ما كاين شي واحد اللي ما كيعجبوش الحوت. كنجيبو شويه ديال هاد لاصوص، اللي ضفت لها واحد 4 كاس ديال الماء، لان غير في هاد لاصوص كطيب ما كنزيدو لها لا ما لا حتى شي حاجه. نزيدو هاد الفلفلة، نضيفو لها شويش دلاصوص حتى هي، كنجيبو البطاطا هي كامل
هكا، يعني داكشي عشوائي. يوم دي فولا شويج لاسوس كنجيبو هاد الطوماط سيريز كنخويوها. تنحط الحوتة، عاد نحط هاد الطوماط سيريز. منساوش البنات هاد شويش البوارو اللي بقى حتى هو كنضيفو. معدنوس كنجيبو داك الحوتة كنحطوها هكا فوق منهم. نعمروها بداك الحشو. نعمروها مزيان. بعد ما عمرت الحوتة كنجيب هاد الطوماط سيريز اللي شرملتهم، الشرمولة اللي بقات. على هاد الطريقة البنات دابا غادي نغطيها بالالمنيوم، ما نزيد لها لا ما لا حتى شي حاجه. غطي غير بالماء ديال الخضره والماء ديالها. غادي ندخلها للفرن نيمبا واحد 40 دقيقه وكتوجد البنات. الفران دابا راني انا كنت ديجا مسخنه هذه واحد 10 دقائق على نار مجهده وكنخليها هكاك لمده واحد نص ساعه، عاد كنقص لها شويش. ما كنديروش لاليمينيوم نيشان عليها، فكنديروا هاد ورق الطبخ هو الاول، عاد كنغطيوها بالالومنيوم. صافي كنغلفوها على هذا الشكل، كندخلوها للفران. انا دخلتها البنات دابا للفران، غنلمتها مزيان بالالومنيوم، النار مجهده لمدة واحد نص ساعة. نقص عليها ان شاء الله. البنات غادي نرافقوا هاد الطاجين ديال الحوت، غادي نرافقوه بواحد السلطة اللي كتجي لذيذة وزوينة بزاف، اللي هي فيها المكور. هاد المكور هذا راني ديجا هادي واحد نص ساعة قطعتو هكا رقيوق ودرت له شويش ديال الخل وخليته باش كيتطلق شويش. كنضيفو معاه الزبيب، هاد السلطه البنات كتجي صحيه حتى الدراري كتعجبهم بزاف. كنزيد لها المايونيز، المايونيز اللي انا مصوبه هذا راه عندي في القناه ديالي، اللي بغى يشوفها يدخل يدير واحد جوج معلقات. صدقوني كتحمقني انا هاد لاصاليط، كتجي غزاله صحيه. ساهلة مهلا هي وجدتها البنات، كتجي غزالة. اللي بغى يزيد معها حتى القرقاع البنات كتجي زوينة بالقرقاع. انا ما بقاليش القرقاع، كندير معها القرقاع والزبيب، ولكن دابا بقالي غير الزبيب، درت غير الزبيب، كتجي غزالة. انتما البنات انا عريتها من الالومنيوم، دابا غادي ندير لها النار فوق منها نخليها تحمر شويش، وانتما معايا تنحط لكم في طبق التقديم. انا البنات خرجتها
هكا كتجي هاد الحوتة لذيذة 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 بزاف. هاد لاصوص ديالها درتها في هاد زليفة باش اللي بغا لاصوص يزيدها. تقول يا البنات كتجي هاد الحوتة بهاد لي صوص لي صوبت بيها، كتجي غزالة. جربوها، كتستحق باش تجربوها. الى عجبكم البنات الفيديو ديالي ما تنساونيش بلايك وكومونتير، وبالنسبه للبنات الجداد اللي مازال ما اشتركوا في القناه ديالي اشتركوا. وشكرا البنات، شكرا.